بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بعد يدي بد أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيا لمثل هذه الفرصة باللقي بكم، ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وكذلك مكتب الدعوة، وكذلك الإخوة القائمين في هذا الجامع المبارك، جامع الراجحي، على إتاحة، بعد شكر الله تعالى، على إتاحة الفرصة لعقد مثل هذا المجلس العلمي. وقفت في التفسير عند سورة الفلق، يقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هذه السورة، سورة الفلق، يقول الله تعالى قبل ذلك: فضل هذه السورة أيها الإخوة أنها من ضمن السور التي تقرأ أدبار الصلوات الخمس، ومن فضلها أنها تقرأ في أوراد الصباح والمساء، ومن فضلها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه فإنه يبسط كفيه ويقرأ فيهما قل هو الله أحد وسورة الفلق، سورة الإخلاص والفلق والناس، ثم يمسح بكفه ما استطاع من جسده عليه الصلاة والسلام. هذه السورة، سورة الفلق، يقول الله سبحانه وتعالى: قل، يعني يا نبي الله، قل للناس، وقل أنت وغيرك، قل أعوذ، يعني أحتمي وألوذ وأستجير وأعتصم وأحتمي بربي الفلق. وتقدم تفسير الرب عند العرب كما عندما كان الحديث عن سورة الفاتحة في قوله رب العالمين، في قوله تعالى رب العالمين، الرب عند العرب هو السيد والمالك والمتصرف والمعبود وغير ذلك. ولذلك ومن ذلك قول الشاعر في أن الرب عند العرب بمعنى المعبود، قال الشاعر: رب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب. وكذلك يطلق الرب في اللغة العربية ويراد به السيد، قال سبحانه وتعالى في سورة يوسف: اذكرني عند ربك، يعني عند سيدك. قل أعوذ بربي الفلق، أنت تستعيذ برب الفلق. ما هو الفلق؟ قال بعض أهل العلم إن الفلق خندق في النار، فأنت تستعيذ برب هذا الخندق في النار من أربعة أشياء، واحد منها على سبيل العموم، والثلاثة على سبيل الخصوص لخطورتها وعظم شأنها. والذي عليه العلماء أن الفلق هو الصباح، قال سبحانه وتعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العز العليم. وسمي الصباح بالفلق لأن الله يفلق ويشق ظلام الليل بنور النهار. ومن ذلك أيضا الحديث الذي في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، إلا مثل فلق الصبح، يعني مثل نور الصبح عليه الصلاة والسلام. إذن فالفلق هو الصباح، فأنت تستعيذ بهذا الرب وهو رب الصباح من شر ما خلق على سبيل العموم. وفي هذا دليل لأهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة أن الله سبحانه وتعالى خلق الخير والشر، قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، والشخص يعمل الخير ويعمل الشر. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخير وخلق الشر سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق إذا وقب هو الليل إذا أقبل، الغاسق إذا وقب، قيل هو القمر إذا غاب،
وقيل هو الليل إذا أقبل، وهذا الذي عليه العلماء أن الغاسق إذا وقب هو الليل إذا أقبل. وماذا يكون في الليل إذا أقبل؟ يكون في الليل إذا أقبل أن السحرة يمتهنون وظيفة السحر ويؤذون الناس، وكذلك الدواب وكذلك الجن ينتشرون في الأرض، والشياطين يعني يكون بزيادة عن النهار، وكذلك تخرج دواب بالأرض والسباع في الليل، وكذلك يكثر أهل الإجرام في الليل، حتى أنه في إحصائية عالمية أن معدل الجريمة في العالم في الليل أكثر من النهار، وغير ذلك من الأشياء الخطيرة التي تكون في الليل. ويجعل هذا أيضاً أكثر شراً هو أنه يقل المنقذ والمنجد في الليل، لأن الناس نائمون فيقل المنجد، فاحتاج الإنسان أن يستعيذ برب الصباح من شر ما خلق ومن شر الغاسق إذا وقب وهو الليل إذا أقبل، ومن شر النفاثات في العقد وهم السحرة والساحرات الذين ينفثون في عقد السحر، وهي رقى يتقرب بها الساحر إلى الشيطان فيعقد العقد. والسحر أيها الإخوة هو في اللغة العربية ما خفي ولطف سببه، مأخوذ من السحر وهو نهاية الليل وأول النهار، فكما أن أول النهار أو أول النهار يدخل الكون بلطف وخفاء، فكذلك السحر ينفث في الجسد بلطف وخفاء. والسحر هي الرقى والتعاويذ يتقرب بها الساحر إلى الشيطان ليؤذي الخلق. والسحر بدايته أو تاريخ السحر بدأ في العراق في بابل، عندما أنزل الله ملكين أحدهما هاروت والثاني ماروت، أنزلهم الله سبحانه وتعالى فتنة للعباد، لكنهما يحذران العباد فيقولان للعباد أو للذي يتعلم السحر إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون من هذين الملكين هاروت وماروت ما فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما يسمى بسحر الصرف. والسحر ينقسم، قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، أن اليهود اتهموا سليمان صلى الله عليه وسلم عنه من أنبياء بني إسرائيل، لما سخر له الريح الله وسخر له كل شيء اتهموه بأنه ساحر، فالله برأ ساحة سليمان صلى الله عليه وسلم، فقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون. والسحر حرام وتعلمه حرام، والسحر حكمه في الشرع، والسحر أو حد الساحر أن يضرب عنقه بالسيف كما فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، لأنه مفسد. ولله الحمد في هذه الدولة المباركة بلاد الحرمين يعني تأخذ بيد من حديد على مثل هؤلاء المشعوذين والكهان والرمالين والمنجمين والسحرة وسائر المشعوذين، فتأخذ عليهم بيد من حديد. والسحر أيضا ينقسم إلى قسمين، هناك حقيقي وهو الذي يؤثر على الروح والعقل، وهناك السحر الذي من نوع الخيال أقل من الأول. قال تعالى يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، يعني يخيل إليه الشيء وهو غير حقيقة وهكذا. وأقوى شيء على 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 المسحور أو الساحر هو التركيز على الأوراد الصباح المسائية، لا سيما سورة البقرة، إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما صح في الحديث قال اقرأوا سورة البقرة
فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. وأيضا يقرا على الشخص إذا كان فيه شيء من السحر يقرا عليه. أيضا ينقسم السحر قسم آخر وهو سحر العطف يعطف على محبوباته، أو سحر الصرف يصرف عن محبوباته ويقرا عليه إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ويقرا عليه أيضا قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وثمة علامات يعرف بها الساحر، وذلك أن الساحر يطلب من المريض اسم أمه، يقول له يطلب منه اسم أمه، وكذلك يطلب منه فنيلة أو يطلب مثلا منه شعر أو أظافر، أو يقول له مثلا اترك الصلاة لا تصلي، ويطلب منه الابتعاد عن النظافة وعن الوضوء وعن الغسل من الجنابة، وأن يعتزل الناس وأن يكون في مكان مظلم ويبعد عن النور والضوء. وكذلك يخبره الساحر ببعض المغيّة يعني الأشياء، كل هذه الأشياء من العلامات التي تعرف الساحر. ويعرف الساحر أيضا والكاهن أنه يعطي الشخص ورقة يكتب عليها مثلا آية الكرسي، لكنه يفصل بين الكلمات فيكتب كلمة الله وبعد كلمة الله يضع دائرة، وبعد الله لا إله إلا هو يضع بعد لا إله إلا هو نجمة سداسية، أو يضع علامة صح أو يضع علامة خطأ، وهكذا يفصل بين الكلمات مثل هذه الأشياء. هذه من علامات الساحر، يطلب منه أن يلبس تعاوي رقى وتمائم يعلقها على صدره أو يعلقها بيده وهكذا. فكل هذه الأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما هي من الشعوذة والكهانة. وفي المناسبة فإنه لا يجوز الذهاب للكاهن ولا الساحر، يعني أبدا فلا يجوز ذلك، لا يجوز الذهاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أتى كاهنا أو عرافا فسأله بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر من أتى كان ساحرا لم تقبل له صلاة 40 يوما. والشخص إذا حس أو لمس من شخص أنه يمارس مثل هذه الأشياء، هذا الإفساد وهذه الخرافات وهذه البدع وهذه الأباطيل وهذه الشعوذة، فإنه يجب عليه وجوبا أن يبلغ الجهات المسؤولة في هذه البلاد لتضرب بيده من حديد. وكذلك أيضا لا يجوز كذلك أيضا التعلق بالأبراج، كان يأتي شخص ويقول أنه من ولد في برج العقرب يكون حظه سيء، أو من ولد في برج الجوزة فحظه سعيد، كل هذا من الخرافات والأباطيل التي ما أنزل الله بها من سلطان. ومن شر حاسد إذا حسد، الحسد هو تمني زوال نعمة الغير، وأما الغبطة فأنك تتمنى ما عند الغير لكن لا تتمنى زوال هذه النعمة. والحسد خطير، والحسد هو أول معصية عصيت في السماء هي الحسد، وذلك أن إبليس حسد مكانة آدم عند الله فانتقل للمعصية الثانية وهي الكبر من السجود لم يسجد. وكذلك أول معصية وقعت في الأرض هي الحسد، وذلك أن قابيل حسد أخاه هابيل فقتله، فهو ذنب عظيم. يقول الشاعر حسد الفتى إذ لم ينال سعيه فالناس أضداد له وخصوم كضرائر الحسنة قلنا لوجهها حسدا إنه لذميم. ويقول الشاعر وإذا الفتى بلغ السماء بفضله كانت كأعداد النجوم عداه. والحسد ليس من صفات المسلمين بل من صفات اليهود، كما قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونك من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم بعد ما تبينهم الحق. هذا هو ما سمح به الوقت فيما يتعلق بالتعليق والتفسير الإجمالي لسورة الفلق، وهو الموقف في التفسير. نسأل الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه، فإنه سبحانه وتعالى الفضل بيده وكل شيء بيده، نسأله سبحانه وتعالى من فضله ورحمته فإنه لا يملكها إلا هو.
اللهم آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجدام والجنون وسيء الأسقام، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، انصر به دينك وأعلي به كلمتك. اللهم وفقه ونائبه لما تحب وترضى، وصلى الله على نبينا محمد وأصحابه أجمعين.